بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الجديد الحج مناسك ومنافع. مناسك الحج نعرفها، لكن الحديث في هذه الدقيقة في هذه العجالة عن منافع. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم، وجاءت كلمة منافع نكرة لتشمل المنافع الدنيوية والأخروية. أول هذه المنافع درس التساوي، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد سبق الإسلام الأمم المتحدة في ميثاق حقوق الإنسان عندما أعلن في 10 ديسمبر لعام 48 وتسعمائة وألف ميلادية، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين في حجة الوداع هذا التساوي.